كانوا عارفين مصيرهم. كان بلا قاعد في ودنه ايام. وده كان اخر اتصال. بيلموا لحمهم من الارض. مفيش متهمين. واحده ماتت قدام عينيا. الحقيقه فين؟ الكنيسة مسميه على اسم ماري مرقس وبابا بطرس، عشان كده بيقولوا عليها، هم بيقولوا ايه؟ كنيسة القديسين. انا كنت عند الكنيسة الباب اللي فوق. اللي فوق. كنت انا واقف على الباب اللي فوق، وهم الاربعة طالعين من جوه. هم طلعوا قبلي، هم حبوا يمشوا قبل الزحمة، قبل مخروج الناس كلها بالتدافع وكده، فحبوا يطلعوا قبل الزحمة. فعشان كده هم لحقوا القنبلة. وسمعت صوت الانفجار. الصوت كان صعب جدا. فوري صوت رهيب. ناس جيراني نزلوا لقيتهم واقفين تحت مني، فناديت عليهم في ايه؟ قالوا لي طنط ده بيقولوا ان في قنبله انفجرت على الكنيسه. قنبله كانت عشان في الشارع الناحيه دي كده، فكل اللي هنا بقى جاله هو يعني الصوت كان شديد جدا. صحيح. جدا. هنا ده اسمه الهيكل. في ازاز جوه طبعا كله وقع كسر. نزلت بقى عشان اشوف هل غير وقت. عارف عايز اقول لك مثلا الناس في الكنيسه كده، لقيت في اسره جايه من الكنيسه معاهم بناتهم جايين في حاله صعبه جدا، والبنات عماله تصرخ وتعيط، منظرهم صعب. وكل ده وانا كنت بطلبه على الموبايل، كان بيرن حدش بيرد علينا. نزلنا نيجي، قعدت اشيل جرايد من على الجثث وادور، والناس يقولوا لي سيبيهم يا ست، اقول لهم بدور على ابني، يقولوا لي دي واحده ست. بعد كده وصلت لحد السلم، طلع عليه لقيته كومونان. انا كل ده كنت عديت من على بيتر بس ما شفتهمش، ما اعرفش ازاي. دي الحته اللي بره الاشلاء والدم كانوا عليها، فشلناها واحتفظنا بيها. ابتدينا ندور عليه في المصابين، مفيش. نزلت ابتديت ادور في مستشفى الجيال، مفيش. لغاية الصبح الساعة 4 مش لاقي نوم من الألماني، المستشفى الألماني في سبب ايش ندور عليه، حد يقول لي الاسم ده ما جاش. لقيت مارينا على الساعة 4 في مستشفى شرق المدينة اللي في وش الكنيسة. في الأول ما قدرتش أتعرف عليها من الشظايا اللي في وشها، يعني بعد ما انا دخلت عشان ابص عليها وهي على السرير في المستشفى، قلت لها دي مش اختي وسبتها وطلعت. وانا طالع لقيت الجاكيت بتاعها، كانت جاكيت مميز، كان في حاجه حلوه فرو كده، لقيته على الارض. فقلت للدكتور معلش ابص تاني، رجعت بصيت لها، عرفت ان هي دي اختي من الحلق بتاعها اللي انا شفتهم في ماري مرقس. الازاز بشف وشهم كله. في واحده ماتت قدام عينيا. مش مصدق ان انا هلاقي اهلي مرميه قدام الكنيسه، يعني مش عقلي مش قادر يستوعبها. فانا عمال اكلمهم، مفيش حد تليفون بيرد. في الاخر رد عليا حد في تليفون ماما بيقول لي احتسبوهم مع الشهداء. فقال لي بصي من الاخر كده، ابنك مات وموجود في المشرحه. رحت المشرحه حاولت ان انا ادخل اشوفه، مفيش فايده. نعم طبعا. رحنا المشرحه الصبح، لقيت ماما في نفس اليوم فتعرفت عليها. كان بيتر رايح جثة مهجورة، لأن طبعا كل حاجة كانت في جيوبه راحت، بطاقته وأوراقه وكل حاجة. ميري كانت أكبر واحدة، ميري كانت ميري. الكبيرة خالص ميري، مارينا اللي في ألمانيا. أنا مام أختها بنتها. بيتر يعتبر أصغر شاب في شهداء الكنيسه. هو ابنك الوحيد من الاب والام؟ انا عندي ولد وبنت. فكره ان هم اتدفنوا في الجيل دي كانت حاجه جديده. اه حاجه جديده، وحاجه عايز اقول لك يعني كانت مخرب حاجه قوي. لان الناس كانت متضايقه وناس كانت مشتعله من جواها. ورحنا الجنازه ورجعت، على ما رجعت كانت الساعه 11 بالليل. احداث زي بتتكرر. والفعل تملي مجهول، يعني حادثة بالحجم ده والهزة العالم كله. صحيح. مفيش متهمين. مش عارفين مين اللي عمل، يا اما لو حد اتعرف يقول لك اصل ده مختل عقليا.
انت سمعتي كده ان في اسم قضيه القديسين هو اتحكم عنه؟ لا يعني التحقيق جاب ايه؟ ما اعرفش والله. انا امه وابني الوحيد راح، قولي لي عملوا غلطه عملوا حاجه؟ احنا المعاش اللي بيدوه لنا معاش استثنائي بما يعادل شهداء الثوره، يعني هم اصلا مش معترفين بيه وان هم شهداء. من سدى كل وعودا